النسخة الثالثة من محادثات جنيف تنطلق اليوم وسط مخاوف وتحذيرات من انهيار هدنة سوريا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يبحث مع فريقه الأمني الحرب على داعش، وتقرير للخارجية يقول إن التنظيم في أدنى مستوياته منذ 2014. عشرات النواب يعتصمون في البرلمان العراقي بعد تأجيل جلسة التصويت على تشكيلة رئيس الوزراء حيدر العبادي ودعوات لعقد جلسة طارئة. ميليشيات الإنقلابيين في اليمن ترتكب 253 خرقا للهدنة في محافظة تعز خلال 48 ساعة. فنانون ومبدعون سوريون في عالم اللجوء يجسدون معاناة شعبهم بأعمال فنية في أسبوع ثقافي في غازي عنتاب التركية.